فيديو النهاردة عن نوع من أنواع الفلترز اسمه Polar Coordinates. ده فلتر شهير قوي استخدم في تنفيذ الكفر بتاع الفوتوشوب 2017، واللي نفذ الكفر ده كان واحد مصري اسمه عمرو الشامي. هنشوف مع بعض خطوات تنفيذ الفلتر ده. أول حاجة بنفتح صورة، لازم تبقى مربعة، فبخش على Image Size وخلي الويت زي الهايت بالظبط، فمثلا هتشينج الهايت ل 960، بعد كده ادوس اوكي. بعد كده هخلي الجزء اليمين زي الجزء الشمال بالظبط. ازاي؟ سيلكشن تول، باخد الجزء اليمين هنا او الجزء الشمال، باخد منه كوبي، بعد كده احطه في لاير تانية، بعمل كنترول تي عشان اختاره، بعد كده رايت كليك، فليب هوريزونتال عشان يتعكس للناحية التانية، واروح حطها هنا وادوس انتر. علشان يحصل بلندنج بس بين اللير دي واللير اللي تحتيها، بجيب استيكة وبقلل الاوباسيتي والفلو بتاعها، وابتدي في الجزء اللي هو الخط اللي بينهم ادوس عليها كده علشان اعمل زي تنعيم، ما تبانش ان هي متركبة. وبعد كده ادمج التو لايرز مع بعض، بعد كنترول اي عشان يبقوا لاير واحده، بعد كده كنترول تي، رايت كليك، فليب فيرتيكال، بقلبها، بعد كده ادوس انتر. باجي عند الفلتر كلمه ديستورت بولر كوردينتس وبدوس اوكي. هيطلع لنا الشكل ده. ممكن اشوف هي داخلة جوه لغاية قد ايه او خارجة بره منين، من فلتر distort pinch. pinch دي انا بزود هل هي داخلة جوه قوي ولا طالعة لبره. شايفين؟ ركزوا على الجزء ده، الكرة دي داخلة لجوه ولا طالعة بره، فممكن ندخلها لجوه وادوس اوكي. وبعد كده اعمل كنترول تي وارجعها معدولتين، وممكن بالكروب، اهم حاجه ادوس بس انتر، بالكروب اضبط الشكل بتاعي زي ما انا عايزه.